انطلقت عصر هذا اليوم الأربعاء بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، بطولة أندية ومؤسسات رياضية في محافظة نينوى. وحقيقة اشترك في هذه البطولة 9 أندية تمثل محافظة نينوى، وقسمت إلى مجموعتين، وكل مجموعة تلعب بطريقة الدوري. ما نشاهده اليوم هو نادي نينوى الرياضي ونادي ألعاب الشرطة، فريق أليف وفريق با، ويعقبها مباراة ثانية وأيضا ما بين نادي نينوى وما بين ألعاب الشرطة فريق با. وحقيقة أن الغاية الأساسية من إقامة هكذا بطولات هو تنشيط لعبة الكرة الطائرة الشاطئية في محافظة نينوى، لأن هذه الأندية سوف تشارك على مستوى العراق بطولة الأندية للشواطئ، وعندنا عدة فرق رياضية تمثلنا في بغداد، ونتأمل لكل هذه الفرق الموفقية والنجاح. أقام نادي نينوى الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة في محافظة نينوى بطولة الأندية لكرة الطائرة الشاطئية على ضفاف نهر دجلة في مقر نادي نينوى الرياضي. هذا الملعب الذي يعتبر الأول بالمنطقة على ضفاف نهر دجلة من أمام المنطقة القديمة. طبعا نحن ندعو جميع الرياضيين في محافظة نينوى والأندية والاتحادات بأن أبواب نادي نينوى الرياضي مفتوحة للجميع لإقامة كافة الفعاليات بكافة الأنشطة. من هذا المكان نحن نشكر قناة الموصلية المواكبة والداعمة للرياضة والرياضيين، ونشكر الاتحاد الفرعي وجميع الرياضيين الذين هم دائما متعاونين ومساندين لرياضة محافظة نينوى. ووجه دعوة للمسؤولين بدعم الرياضة والرياضيين، لأن هذا القطاع قطاع مهم جدا، ولكن مع الأسف مهمل من قبل المسؤولين في المحافظة. البطولة تعتبر بطولة تنشيطية بالتعاون مع نادي نينوى الرياضي، توفير الملعب والأجواء كلش حلوة هنا على حافة النهر دجلة، وهذه البطولة تعتبر مكملة لباقي البطولات اللي اجراها النادي هنا. بعدين هاي البطولة التنشيطية المسابقات اللي جاية البغداد، نعتبرها من هاي من اهم البطولات اللي بالموصل اللي تنشط عندنا هنا بالنادي، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة وان شاء الله الاحسن ان شاء الله. شارك في هذه البطولة 8 أندية، وبدأت منافسات هذا اليوم بين فريقي نادي نينوى الرياضي فريق الألف و فريق الشرطة ألف، وستكون هناك مباراة ثانية بين فريق نادي نينوى باء وفريق نادي فريق الشرطة باء. نظم الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة محافظة نينوى بطولة كرة الطائرة الشاطئية اللي يضم بها تقريبا 9 إلى 10 أندية مشاركة في هذه البطولة. اليوم كانت الافتتاحية بين نادي نينوى الرياضي ونادي الشرطة الرياضي. المباراة جارية لحد الآن، وإن شاء الله نقدم مستوى جيد في هذه البطولة ونحقق بها المركز الأول إن شاء الله. العام الحمد لله أخذنا المركز الأول، إن شاء الله نحافظ على اللقب وناخذ المركز الأول ونحقق الكأس إن شاء الله.